فرحانة، أنا هتجوز ويبقى عندي بيت مملكتي، وهخلص من تحكمات بابا، وقلت هنحب بعض بالعشرة زي ما بنشوف في الأفلام كده. بس هو ما كانش بيطيق يبص في وشي، أنا حاولت كتير، حاولت كتير أعمل أكل حلو، ألبس وأتشيك وأعمل مكياج وأستناه قبل ما يجي، أتكلم في المواضيع اللي بتعجبه، بس هو ما قدرش يحبني. هو حاول كتير وجي على نفسه كتير وكان بيجاملني، بس ما كانش بيقدر. صار إن المقارنة بيني وبين اللي كان بيحبها ما كانتش في صالحي. ما تقوليش على نفسك كده، انتي قيمتك كبيرة قوي. لو أنا كويسة هو ما حبنيش ليه؟ عارفة أنا فهمت إن عندي اكتئاب لما روحت للدكتورة، كنت باكل كتير وبنام كتير، مش عارفة أخلي بالي منك، مش عارفة أصحالك. الدكتورة قالت لي إن من كتر ما تعرضت للرفض حسيت إني ما عنديش